الحقيقة قطاع المياه مرتبط ارتباط وثيق بقطاع الزراعة في مصر. 80% من المياه المستهلكة أو اللي احنا بنستعملها كل سنة بيروح لقطاع الزراعة عشان الري. كنا عاملين زي حجر صحي للعمالة بتاعتنا بحيث ان احنا نحافظ عليهم ما نجيب لهمش حد من بره. تاني حاجة الحمد لله بدك ما عندناش كان إصابات كتيرة في قلب المزرعة، اللي حتى المصاب كنا بنحاول نحافظ على صحته وعلى أهله إن احنا نحجره في قلب المزرعة. فكل مفردات هذا القطاع معرضة للمناخ وبتتأثر بأي تغير في المناخ ولو إن كان تغير حتى طفيف. تحت ظروف التقلبات المناخية الجامحة يعني يحتاج عناية أكثر وتدخل أسرع. أنا ما أقدرش أتدخل مع النبات طول ما أنا بروي بالغمر كل 15 يوم، عاوز حاجة ري كل يوم عشان أقدر أحط مركب في السمادة يروح للنبات بسرعة، أقدر أحط مبيد يروح أقدر. فمن هنا بانت جدا إن حتى الري الحديث بالتنقيط أو بالرش لأنه فترات الريات متقاربة جدا أقدر أساعد النبات في أثناء الموجات الجامحة إنه يأقلم نفسه. مصر ابتدت تتجه أو ابتدى يظهر فيها مشروعات للري الغير تقليدي، أنا أقول كده عشان ما أقولش الحديث أو القديم، اللي هو مثلا الري بالتنقيط، اللي هو الري برشاشات، اللي هو الري المحوري. ابتدينا نشوف الكلام دوت في مصر من يمكن من الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، فما هوش حديث قوي. هو يمكن الحديث هو التوسع في الكلام دوت. ميزه الطرق دي كلها ان هي بتوفر في كميه الميه المنصرفه. ليه؟ لان انا بركز الري على النبته، بركز الري على الشجره، بقلل معدلات البخر. لما باجي اروي بروي في وقت ما فيهوش شمس كتيره، باجي اروي بروي بكميات اقل، وطبعا المنصرف الصرف من الفدان برضو بيبقى اقل. فيعني كلنا بنبقى مبسوطين بنظام الري دوت. طبعا المشكله في انظمه الري ديت كلها ان هي اغلى. فاداره الري كان موضوع مهم جدا ومن اشد التحديات اللي بتواجهنا كشركه خاصه وكانت بتواجه جمهوريه مصر العربيه كلها، لان احنا داخلين على فتره لازم نستخدم او نستغل نقطه الميه اكبر استغلال. فزي ما حضراتكم شايفين احنا استخدمنا هنا الري بالتنقيط في زراعة النخيل، وده كان من أكبر التحديات. يعني حضرتك لو جيتي تبص النخيل عندنا النهاردة عمره 4 سنوات، ما شاء الله النخيل فيه ثمار وعليه فسائل، ولو حضرتك ركزتي تحت النخلة ما فيش أي مظاهر ري أو أي إهدار في الماء. احنا بنستخدم هنا الري بالتنقيط، حتى الري بالتنقيط يعني موفر جدا في استخدام العمالة، وقدرنا نواجه جائحة كورونا في الفترة اللي كان فيها إغلاق. يعني احنا في شغل الري بالتنقيط يقدر العامل الواحد ان هو يروي من 40-50 فدان بدون ادنى مشاكل وفي وقت قصير جدا. برضو استخدام الري بالتنقيط قدرنا ان احنا ندير عمليه التسميد اداره كويسه جدا، لان ماء رايح للنخل بكميات مقننه.